عليكم بخير، أمركم هانية، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لا أول مرة تشوفي القناة بس تنسيش ديري أبونيش قطعوا لك الفيديو الجديد، ما تنسوش لا جيم لا كومونتير. مرحبا بكم أختي في هذا الفيديو. دونك هذه الليلة ديال العيد إن شاء الله، كيفاش ما نقولش لكم دابا مبروك العواشر، حتى الغدا خلينا نعيشوا النهار بنهارو. حتى الغدا إن شاء الله عاد نقول لكم. فلقيتوني اليوم ديجا خرجنا الصباح خدينا شي تقدية، غادي نوريكم دابا شنو داكشي اللي كان ناقصني مازال خديته، غادي نحط نصوروا لكم دابا، وعاد من بعد غادي نخرجوا. خاصنا مازال ناقصنا نديو الماس نمضيوهم ونمشيو اختي نديو الحولي ياكل. خليتيني نمضي ما انا اش تمضي فيهم شحال قدك تمضي؟ ايوا صافي اختي، وغادي نمشي نشوفوا البنات. عطو البارح لصقت درميشات، عطو البنات كيجيو فينين كيعمروا الوجه، عطو دابا راه ما دايره والو لوجهي، دايره غير شويه ديال البنيطانت وحجباني، عطو كيجيو هادو معمرين الوجه تيبان الوجه بحال راجلي داخ بحال لا ما نعرفش ندير، الله اللي كيجيو زوينين ياك ميرسي، ولكن الله اللي كيعمروا الوجه تيبان بحال ما عرفت شنو دايره. ايوا المهم اختي يلاه دابا نمشيو معايا نوريكم شنو تقدينا، ومهم دوزوا معنا هذا النهار كيف ما هو، دوزوا معنا هاد اليومين ديال العواشر كيف ما هي. وهنا اختي صافي كنوريكم شنو التقضيه اللي خديت. انا المات اول حاجه خدينا الموس ديال الذبيحه، لانه هادشي انا اول مره غادي نشريه في داري. وبغيت نقول لكم اننا حنا شحال هذا كنا كنجيبو الكسار يعني في دارنا، ولكن صافي هاد السنين الاخره ولينا كنذبحوا راسنا، والصراحه ديك الاجواء ديال العيد فهادشي انا ما كانش عندي في داري، يعني كان غير عند دارنا. وصافي هاد العام الصراحه خديناهم، قلنا هادشي كله غنستافدوا من بعد، يعني غيبقى لينا دينا هنا الماس ديال السلاخ، الموس كبير ديال الذبيحه، وهادو كان قال لي بابا لا واخا جداد ديهم مضيهم، واخا انا قال لي راجلي زعما اللي كانوا زعما جدادي راه ما كتمضيهمش، ولكن واخا هكاك. من بعد هنا نوريكم شنو خديت من بيم. الصراحه حتى هادشي ما خديتوش هاد الشهر، راكم عارفين قلت يلا تقديت يلا السيمانه باش مشيت تقديت تقدي هاد الشهر، ولكن هنا كانت شي حاجه مثلا ناقصاني الصراحه. هاد البسكويت وهادشي ما خديتهمش وخفت يسدو الحوانت، وانايا كنبغي هكا باش نشربو قهوه انا والزوج الكريم. صافي مشيت خديت غير هادشي داك اكستريمات زوين البنات ديال الكراميل حتى هو زوين. صافي وهنا زدت خديت هاد الكاشير، كنحتاجو بزاف، كنديرو مع باستيشيو ولا كنبغي نديرو اكلي مع البيض، كنفطرو بيه هكا مع البيض. صافي زدت هكا شي حاجه هكا ديال دانونات، زدت هاد عصير تاو تيعجبني واخا نعرفه غير ما وصغرت، ولكن انا هكا ما عندي ما ندير. هنا الموطات كانت سالت لي وتفكرتها، ما شريتهاش في التقديه ونسيتها، ودابا عاد تفكرتها ملي مشيت للبيم خديتها، باش قلت لكم عطوا هاد الشهر شحال ما تقدي، كل مره كنمشي نتقدى حاجه. صافي خديت هاد الجبن هذا، ماشي ديال الجبلي هذا الاخر، وقل ديال الجوده. صافي ومن بعد حتى انا خديت مانيضه ديجا كنت واخداها، وزدت هادي ورانا كي قلت لكم حاولت ناخذ دوك لي ماركلي مقاطعين ما خديتهمش، خديت هادي لقيتها نيت في بيم خديتها. من بعد هنايا العطريه، هي كنوريها لكم، اما داج انا راه كنت قديتها في القريعه ديالها وكلشي، كنوريكم غير اللي مازال لي هنايا هادشي اللي زايد. العطريه العاديه لابزار سكينجبير الخرقوم التحميره السودانيه، غير هنا زدت انايا المروزيه اللي قامت المروزيه، وزايده حتى القزبر حبوب. صافي والزبيب السمن البرقوق المشمش صراحه ما كناخذوش ما كناكلوش ما كناخذوش. هنا كنوريكم راه زعما دايج قديت داكشي في القريعات، هادشي هي اللي زايد، فكنت قديت كل حاجه غسلت القريعات وعمرتهم، وهادشي اللي بقى ليا زايد. وهنايا غتموتوا بالضحك اختي، مشينا للبيم لقينا هادي ديال الزيت ديال 8 يطرو، الثمن ديالها صراحه جاني مناسب ديال راويه، ما عمري جربت الزيت ديال راويه ولكن خديته، عطوه البنات 8 يطرو كان الثمن ديالها مناسب، ولكن راه كنشوفها كنبقى نضحك نضحك نضحك، قلت لهم هادي راه خاصني خويا في الكوزينه ونقلي بنادم فيها ماشي نقلي فيها. فيق فيق هاك هاك هذاك الغضبان مبغاش طالع. يلا شنو كدينا الباش ديال الزوج الكريم دابا كنوكلهم. ومن بعد هنايا مشينا عند دارنا نشوفو نتوما فين وصلوا في التحضيرات، وهنا كنوريكم الحولي ديالهم. هنا ما غيعيدوش معنا هما داكشي ما داوش الحولي، غيحضروا للذبيحه معنا، ولكن خواتاتي ولكن الذبيحه ديالهم هما غيذبحوا هنايا في الدار، لان ميمه ديال ماما هي غتعيد معاهم، فكان خاص يكونوا مجموعين. كوتي 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 كوتي
تما مع اختي مشينا خرجنا قضينا اغراضنا داكشي. المهم كنوريكم الحنينه، شوفوا كي خرجات فنه فنه فنه. شوفوا انا ضروري من الحنه في العواشر، البنات اللي متبعيني قدام راهم عارفين ضروري اختي ولفتها ولفت البنات الحنه. اصلا انا كتعجبني الحنه، كيخصني غير الفرصه فين ندير الحنه. ماما دي الجديده الاولى كنديرش من هنايا من هنا، صبروا نوريكم الاخر. وهذه الثانيه شوفوا جات فنة. ايوا يا اختي مشينا قضينا اغراضنا شفنا دارنا وكل شيء. ايوا صافي دابا يلاه جينا. الزوج كيرد الطاجين مع اختكم محني يا اختي، ولكن هو كيدير واحد الطاجينات زوينين. ايوا صافي كيرد الطاجين باش نتعشاو ويمشي مسكين خدام بالليل ليله د العواشر، ماشي مشكل الحمد لله على كل حال. ايوا صافي غدا ان شاء الله عاد غادي نمشيو. غتقول لي مع من معيدين؟ معيدين مع الدار ديال جداتي. هذه هي الحاجه اللي ملي تزاديت انا هي فين كنعيدو، هي مع جداتي ديال بابا مع مامي مع كل شيء. هذه مني كنا صغار وهذا هو العاده ديالنا، والحمد لله تزوجت عائله ديال الراجل كيعيشوا كيعيدوا في كازا مع العائله مجموعين. حتى هما العاده ديالهم انهم يعيدوا مجموعين. الزوج ديالي تيكون خدام ميمكنليش يمشي دي بلاصه لكازا. صافي فكنعيدو هنايا نيت مع دارنا من نفس الحاجه اللي كنت مني كنت انا صغيره الحمد لله هي اللي واقعه فيها. دونك يا نيت كنعيدو مع جداتي وامامي مجموعين وداك الشيء. ايوا صافي هادشي اللي كاين. عطيو لنا تشوفوا لي الرموش تبارك الله شحال كيجيو فنيين. خصني نوريكم الطريقه ديالهم وكنلصقهم من التحت البنات، كنلصقهمش من الفوق. انتم الفوق راه ما كاين والو، ما تيبان والو من الفوق، تيجيو مشوهين. اما كمل التحت كيجيو فنيين عرفتوا. صافي فحال هكا الصباح ديري غير ليكرون وهانتي اختي كتباني 5 5. هانتي اختي راجلي مطيب لنا الطويجين، مرتو ناقشه مرتو حنيه طيب لنا الطويجين. راجلي باش يعجبك تيقبقب الطاجين حتى الاخر، عنده طاجين ما كانش مقبقب ما طاجين ما والو. والخضر هانتي اختي كيدير تويمه هكا من الفوق. هانتي وهنا اختي فقت بكري مع العيد. شنو نقول لكم عرفتوا الاجواء كي دايره، عرفتوا الاجواء والناس في الزنقه كلشي لابس جليبات. واش غنقول لكم صافي هنا فقتني انا البنات كنوجد البخرير باش نديه معنا اختي نفطروا به مجموعين. كنت باغا الصراحه ندير لهم شي حاجه اخرى، ولكن امامي ولاو كيبغيو بزاف هاد البخرير اللي كندير. ديما تيقول لي ديري حتى حاجه ديال غير البخرير ديالك. صافي وهو اللي فقت الصباح قديتو باش نديها هكا معايا، كل واحد هكا جايب حاجه باش نفطروا مجموعين. وهنايا جربت واحد طريقه جديده ديال البغرير، حيت قلت لكم اخر مره راه بقى مابقاش كيصدق ليا. وشوفوا انا كيفاش غزال عطوا الطريقه تنشاركها معكم. جا زوينه البنات، وكيعجبني انا البغرير اللي كيجي خفيف، يعني شحال ما كليتي منه تيجيك خفيف، ماشي تيجيك كتحسي بانه ثقيل. سلام عيدكم مبارك سعيد، دخل عليكم بالصحه والسلامه طول العمر، كل ما كتمنوا يا ربي رزيق وطول العمر وصحيحه، اي حاجه كتمنوها يا ربي، اي واحد باغا شي حاجه يا ربي تحققها ليه في هاد العواشر هادي. ايوا اختي اليوم الصباح ديال العيد نرافقنا وطيبت البغريرات وفطرنا، جيت لهنايا دابا عند جينا نيشان الدار. ايوا جينا هنايا عند جدتي يلاه فطرنا. ايوا اختي يلاه فطر، جيت دابا نصور عاد كلشي تعرم حدايا هنايا. شوفوا حنينتي كصبحات. ايوا صافي اختي يلاه عطو اللويين جاني زوين الصراحه. اختي خديت الغوز. ايوا اختي مبروك عواشركم. المهم يلاه غادي نطلعوا دابا فطرنا وخاصنا نسربيو لانه كاين ثلاثه الحواله وخاص باش يلاه هما يلاه يتكافاو معاهم. شوفوا البنات هاد الرميشات كيجيو فين والله الا كيعمروا الوجه. حبيت ديالي ديالي وين موراها طلعت نيشان، كانوا كيتسناوني طلعت هنا دابا بحال الاول كيسلخوا الاول والثاني كنا ربطناه في الجهه الاخرى مخبي باش ما يشوفش. صافي وكنصور لكم شويه هكا من الاجواء. هاي المهم اختي درت طويب ليا التحزيمه. ماما اختي اش غادي نقول لكم، انتظروا نجلس. يلاه دابا حنا صافي قربنا، دابا حنا الاول والثاني الثانيه يلاه قربوا يساليوه ديال جداتي باش عاد نمشيو لعند دارنا. عاد نمشيو لعند دارنا حتى هما فهمتوا كنديروا هكا وهكا. ايوا صافي اختي هادشي اللي كاين. هبط دابا غير نشرب ميها ونعاود نطلع. الصباح كيبان الجو مغيم ساعه راه الصهد.
اختي. المهم كنعطيكم الابديت كل مره فين وصلت. المهم مشينا ذبحنا لدارنا، شربنا اتاي، كلينا حليوات، ودابا خصنا رجعنا للدار هنايا. لقيت الصراحة سيق والسطح، المهم انا كل عام كنسيق السطح، هناوني منه هاد المره. مشيت جيت لقيتهم سيق السطح، ايوا صافي اختي. ودابا طلعنا نشعلوا المجمر باش نديروا الشواء. انا كل عام كنشعل لهم المجمر وكنشوي لهم بولفاف، وانا ما كناكلوش كنشوي لهم هكاك صافي، كدي فيهم اجر وصافي. ولكن هذه المره غنشوي حتى القطيبات ديالي ديال الدجاج، جايبهم مع الصباح، جايبهم معايا قطيبات مشربلين ديال الدجاج، هما باش كنت باش نتغدى انا ديما هادشي اللي كناكل، ما عنديش مع داك الكبده وداك الشيء. ايوا صافي اختي، حنا دابا انا والزوجه اختي راه خدام معانا. ايوا هادشي اللي كاين. كي خرجت نتوما دورتكم كي درتو صافي، حنا ولينا كزارع. مشيت لدارنا بحال هكا بهادي هكا من الفوق، خليتك لهم صافي ما فيهاش لي بدا ما والو، خليوني نمشي بحال هكا. مشيت بحال هكا، مشيت بحال ديك الزارع، قلت لهم صافي اللي باقي ليه شي حولي يعيط لينا. ايوا نتوما السطح رجعوا كيشقشق شحيمه، داك الزبل خصو يخرج، خلاوه هنايا، والاخر كاين من جهه الباب. وهنا اختي هذا هو الغديوه ديالي انايا، شي كيشوي. قلت لهم ماشي نتوما تشويو هنا ما نشويوش، عرفتوا هذا البروست البنات ديالي انا مشي سيمان وانا مخبيه في فريكو. وهنا اختي كنوريكم الاجواء. هنا الصراحه عمي حيد عليا الشوا، قال لي خلي انا ندير بولفاف وضروري من دوك القصعات، ودوك القصعات ديال الصينيه كنقول جداتي هذوك هما اللي عطاني كل عام هما اللي كنديروا فيهم. وصافي هنايا كنوريكم شويه تعيشوا معنا الاجواء. درت انا هذو ديال اليوم الاولين القطيبات، طيبتهم اختي نص طيبه، وقلت لهم تشويو نتوما عاد نعاود انا نسخنهم. راكم عارفين انا كنبغي الماكله سخونه. من بعد هنا تغدينا وطلعنا هنا قادينا البلاصه ديال التكراد. عطوا كنشارك معكم كل شيء، كتشوفوا معنا الاجواء بحال راكم بحال حنا شي عائله مجموعين مع بعضياتنا معاكم حتى نتوما. صافي قردنا كل شيء وهنا جينا للدار. صافي جيت لداري، اول حاجه دخلنا كنت خليت شويه البغرير الصباح حليوه، درنا قهوات انا والزوج وجلسنا ناكلوا شويه ونستراحوا شويه. واش غنقول لكم، جينا ضربنا بواحد تدويشه واحد النعسه ما نقولش لكم، شوفوا حالتي، شوفوا وجهي باقي فايزق، يلا فقس دابا شوف فايقه بزاف كندير عاد جينا والله ما نكذب عليكم كاو. يلا دابا عندنا غير باش خاصنا نديرو اللحم في الميكات وداك الشيء، ونقادو كل حاجه في ميكتها باش نقاد الفريكو صافي. عطو باغي نمشي الناس ما نكذبش عليكم، باغي غير الناس. ايوا صافي. وانا اش غنقول لكم، واحد الروينه عندي في الصالون صافي، كنفرغ كل حاجه بلاصتها، اللي غيدار في الميكات، اللي غيتحيد، اللي غيتقطع القطبان، تاو كنقطعو كلشي كنقادوه بوحديتو صافي. هنا هذه العنقره قلت لهم حيدوا بلاتي نديرها اختي في البانيو باش ندير بها المروزيه، هذه ديال المروزيه. وهنا نطنيت شرملتها بلي المول، فكنخليها حتى لغد ليه ولا غد ليه كنشرملها، وتا نهار ثالث عيد عاد كنطيبها. ساعه زربت عليها هاد المره، هنايا ها نتوما تديتها درت العنقره، وشي جوج طريفات من داك السلسول نتوما تيجيو زوينين. عرفتوا البنات ديروا شحال كتجي بنينه، هادير سنين وانا كنطيبها، شي 6 سنين 8 سنين ولا 10 سنين مامو انا كنطيبها صافي. ها نتوما تقولي وانت باقا صغيره اختي راك كنطيب في دارنا. المهم هنايا البنات درت تويمه ياكو، ودرت العطريه ديال المروزيه، خاصك تكونوا كتعرفوا شي واحد اللي كيديرها زوينه صافي. درت العطريه ديال المروزيه، تويمه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، كثروا شويه العطريه لانه على حسب اللحم كثير. نتوما شوفوا ديك الساعه عينكم ميزانكم صافي. هنايا درت الملحه، ما غنكثرش منها بزاف لانه راه كيجي ناشف من المرقه، فالا كثرتوا الملحه غادي يجيكم مالح صافي. درت هنايا شويه ديال السمن، الا كان حار نقصوا ديروا شويه. درت هنا ضويمه الزعفران، اللي عندكم الزعفران الحر ديروه هو بلاصه الضويمه صافي. وهنايا اللحم اللي كيبان لكم مازال فيه الدم عاد عاود تغسلته صافي. ودرت هنايا الماء البنات، ما كنديرش الزيت، الماء صافي. وباش كنخلط هذيك العطريه هكا مع بعضياتها ونطلقها مزيان مزيان، عاد غادي ندوز دابا نشرمل دوك اللحيمات البنات. طلقت هنايا العطريه مزيان هكا هي بالماء، وزيدوا ديك الساعه عينكم ميزانكم، بغيتو تزيدوا الماء زيدوه صافي. وكنشد هكا الطريفات كنغمرهم مزيان مزيان، انا عطو دغيا كنزرب على هادشي باش نصوروا لكم، باش البنات هما اللي ما كيعرفوش اول مره غيطيبوا داكشي تاخذوا خبره. مهم كي قلت لكم صافي كبديت ناخذ طريف بطريف كنشرملو مزيان، وغديروا من بعد البنات السلوفان، وغادي تسدو على البانيو باش ما يطلقش لكم الريحه في الثلاجه، وغادي تخليوها في الثلاجه تبات. كاين كاع الا بغيتو طيبوها في النهار كترقدوها مثلا بالنهار وطيبوها بالليل اللي بغيتو، من الاحسن انا هادشي اللي مولفه كندير كنديرها بالليل وكنخبيها صافي. هنا كي قلت لكم درت عليها السلوفان ودخلتها للثلاجه، خليتها حتى
تلا غد لي عاد غادي نطيبها. هنا يا اختي كنوريكم كنقول لكم شوفوا انا عشاتي الناس ماشيين بالكرشه وبالفاف وداكشي، وانا البنات ماشيه بضانون وبيمو والسويله. شنقول لكم انا اللحم ما كنبغيوش حنايا ناكلو اللحم نهار الاول، ما كنطيبوش اللحم نهار الاول، يلا كياكلوه من بولفاف والدواره وداكشي اللي كيقليه وداكشي. صافي اختي انايا كليتها ضانون وبيمو وهادشي اللي كاينه. وحنا اختي اليوم التالي دونك راه غد لي ديال العيد هذا، نط اول حاجه حيت الملوزيه هي الاولى غنديرها طيب لانه غنطيبها على المهل، فسبقتها هي الاولى قبل الفطور. جيت هنايا البنات خديت الكوكوت، ما كديروا لا بصله لا حتى شي حاجه. البنات اللي غيديروا في الملوزيه البصله تكونوا غتاكلوها في نهاركم، اما الملوزيه اللي تخليوها تصبر لكم في الثلاجه ما ديروا فيها لا بصله لا حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا نيشان جبت هذيك اللحيمات درتهم في الكوكوت. غادي ناخذ هذاك البانيو داك الشرموله اللي كانت فيه زدت عليها الماء، ما ديروش الماء بزاف حتى يتغطى الحمراء شويه. صافي هنايا وزدت شويه ديال الزيت، هي كتبغي الزيت ديروا الزيت. ومن بعد راه ثاني اللحم كيطلق هذاك اليدام ديالو. صافي هنا كنخلي تعطي طاب شي ساعتين ثلاثه السوايع البنات على الشميعه، الشميعه العافيه خفيفه بزاف. كنزيد الزبيب اللي ديجا كنت مفزكاه، وكنزيد شويه ديال القرفه وشويه ديال السنيده ولا العسل. صافي هنا خليتها كتعسل ليا هي، وجيت لهنايا باش نصوب القديد. دونك القديد حتى هو خليته بحال صراحه ما شرملتوش، خليته غير بحال هكا. حتى اليوم عاد غادي نشرملو باش صافي يبدا نيشان نعلقو القديد. البنات انا ما كناكلوش وما كنحملوش، وهذه اول مره غادي نخلطو الصراحه. درت هي الطريقه ديال دارنا، فقولوا لي نتوما شنو الطريقه اللي كديروا. انا هذه الطريقه ديال دارنا، راجلي اللي كياكلو، انا ما كناكلوش القديد، كيموت عليه راجلي مع اللوبيا وداك الشيء. وانا عرفت البنات الا كان في الماكله ما ناكلهاش، مثلا الا كان هو مع اللوبيا ما ناكلش داك اللوبيا، كان هو مع العدس، كان هو مع الكسكسو ما ناكلش انا الكسكسو اللي فيه القديد. هكاك سبحان الله ماشي يعجبنيش وصافي. فهنايا الثومه قديت تيبغي الثومه، راكم عارفين ماشي ضروري حيت انا دابا ما كنغش القديد ما نكونش كنعرف نطيب ولا اي حاجه، كنعرف نطيب الحمد لله. صافي هنا درت الثومه البنات وزرعت القزبور كثروا منها. انا هنايا درت ومن بعد عاد زدت من بعد شويه، يعني في الاول هكا درت ولا بان ليا ناقص راه كنزيد من بعد. نتوما البنات هادشي القياس وكلشي راه على حساب الكونتيتا ديال اللحم اللي عندكم. صافي كي قلت لكم الثومه زرعت القزبور والمليحه. هنا درت انا جوج معلقات كبار ديال الخرقوم، وكاين اللي كيدير داك الخرقوم الملون، انا ما كندير غير هذا عرق، ما كنبغيش داك الملون كاع. صافي درت هنا زليفه ديال الزيت، ومن بعد عاوتاني زدت شويه ديال الزيت، يعني باش ما يجيش اللحم ناشف يجي شويه هكا ميدم بالزيت. صافي ودرت هنا الليكه اختي مع الخرقوم، ما نقولش لكم خلطت كلشي مزيان مزيان. ها فين بان ليا ناشف زدت هنايا من بعد شويه ديال الزيت. صافي وخلطت كلشي مزيان مزيان، وبديت كناخذ اللحيمه بحال هكا وكنحاول ندخل ليها داك التغميره. وصافي هنايا البنات باش نبداو نشروها اختي باش ما يخساش، راكم عارفين. صافي كي قلت لكم خديت اللحيمه هنا بديت كنخلطها. قولوا لي البنات اللي اول مره غادي يدوزوا العيد مع رجالهم ولا انا ماشي اول عيد، وانما زعما قولوا لي البنات اللي اول عيد شنو درتو، كي جاكم العيد، كي جاكم الاجواء، كتكون شويه مبدله. انا الصراحه قلت لكم الحاجه اللي عندي الحمد لله زوينه، لاني باقي كنعيد مع دارنا نيت كيف ما كنت، وراجلي اللي يعني هو اللي زايد معنا وداك الشيء، وتا هو الصراحه كتعجبو الاجواء معنا وداك الشيء، تيقول لي هادو هما العواشر هادو هما العيد اللي كلشي كيتعاون وداك الشيء. صافي هنايا شرملت كلشي البنات. ودي يا اختي هي ضروري كيديروها كيفاش ياكلوها في عاشوره، انا ما كنقولش هذاك الشيء ديال عاشوره. صافي شرملت البنات حتى هو، وباش نبدا كنشرو. وهنا البنات صافي ساليت القديد، وهنا كنوريكم المروزيه ديالي راه ملي كندير من داك السكر والقرفه راه ما كنحركهم حتى شي حاجه، صافي كنخلي اللحم بحال هكاك. هنا تبارك الله عطو اللحم طيب دغيا طاب ليا. صافي اختي هكا داز عيدنا، دونك اليوم الثاني عيد، ديت معكم هذا الفيديو من الليله ديال العيد باش دوز معنا. كنصور لكم شويه شويه راكم عارفين، نصور لكم في نفس الوقت انا نعيش شويه هكا الاجواء مع العائله وداك الشيء، ما نهزش التليفون بزاف. فقولوا لي نتوما كدوزتوا هذا العيد، قولوا لي واش نتوما اختي صافي ساليتوا كل شيء ديالكم، وهذا صوبتوا قديدكم، صوبتوا كل شيء، جمعتوا دويرتكم وكل شيء. قولوا لي كي دوزتوا النهار ديال العيد، وقولوا لي اختي واش نتوما من الناس اللي نهار ديال العيد غير الدار وتماره وداك الشيء، اولا اختي الناس اللي كيخرجوا
راه انايا ما يمكنش انا والزوج ملي كنا جايين يلا جايين من جدتي يلاه جايبين اللحم كنتسنى امتى غير نوصل للدار غنديرها نحط راسي شويه نتكاو باش نوض نكملوا التماره وحنا جايين والناس لابسين الشلالب ومقادين وخارجين تنقول راجلي هادو كيفاش داروا هادشي كيفاش لبسوا دغيا كيفاش ذبحوا كيفاش سالاه واش ما تيقرضوش واش ما عندهم تماره واش كيفاش كيديروا لا ما نعرف المهم بعد قبيله جالسه كنفكر قلت لا راه واقيلا هاد الناس دوك اللي كيذبحوا يا حولي واحد واقيلا دابا ملي كيذبحوا حولي واحد وكيبداو بكري تيكونوا غير بوحدهم تيبداو بكري ويساليو بكري يقدروا يساليو مثلا في العشيه كيمشيو عند العائله وداكشي ولكن حنا اختي راه ما عمرنا كنا بحال هكا حنا ديما النهار ديال العيد راه كتبقاي في تمر حتى ل 11 12 ديال الليل حتى كتقادي كلشي واش غنقول لكم ولكن العيد الصراحه هو كحلاوته في الجماعه وذبحوا جوج ثلاثه اربعه ايوا هادشي اللي كاين دونك خليو ليا في لي كومونتير جمعوا معايا وتعاودوا معايا قولوا لي كدوزتوا نتوما العيد واش نتوما كتخرجوا والناس اللي غادي للقهاوي والقهاوي اللي حالي النهار ديال العيد المهم هادشي بوحديتو ايوا ماما سالي معكم هاد الفيديو هنا باش ما نزيدش نطول عليكم عطوني افكار ديال الفيديوهات عطوني شي حاجه باغيين نصورها لكم ونقول لكم سلامه ونعاود نقول لكم عشركم مبروكه ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.